اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بهديل الاطفال الحلوين اللي هم حابين التغيير، مش بنقول لك بناكل لحمه ولا فراخ يا مامي، النهارده عامل لكم النودلز بالخضار بس برضه هي فيها بروتين لطيف وجميل، وعندنا الصويا صوص بروتين نباتي لطيف وجميل وكمان صحي، فهنشوف النودلز ازاي نعملها بالخضار بتشكيله من الجزر والكوسه، وهندخل الخيار في الخضره بتاعت النودلز. اخواننا في اليابان او في الصين بيدخلوا الخيار في بعض الاكلات بتاعتهم. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. مستر البستاشيو، البستاشيو مشهور جدا دلوقتي مع الايس كريم وفي الكافيهات، لاتيه بستاشيو لاتيه ايس كريم، البستاشيو اللي هي صلصه الفستق، البستاشيو اللي هو عباره عن فستق مطحون واخد كريمه لباني وسكر باودر. انا عايزكم في الريف المصري والصعيد المصري هخليكي تعملي البستاشيو، معرفش اللي هي بتطلع معايا ازاي، البستاشيو ده بطريقه سهله وبسيطه بحيث انك انت تشغليه ايس كريم، تخليه في الكافيهات، تخليه في الكافيه بتاعك، تعمليه سموزي في العصاير، هي صلصه لطيفه وجميله، وتعملي برطمان تحطيه في الثلاجه. هنجيب الفستق نطحنه، بياخد سكر باودر وياخد كريمه سائله، وتدخليه في قلب الثلاجه يبقى لطيف، وعندك واولادك بيشوفوا الصور دي على السوشيال ميديا حبينها، مش هتحرمهم من حاجه وتعمليها. معانا فرايد رايز النهارده بالسبانخ. فرايد رايز يعني رز مصري بياخد زيت سمسم وصويا صوص والسبانخ غنيه بالحديد. مطبخ النهارده مطبخ صحي واحنا متفقين. ومن بدايه بعد العيد ان احنا الاكل بتاعنا بيكون هيلث بقدر الامكان، ما فيهوش لا فراخ ولا لحمه، ولكن في افكار بسيطه وسهله. نغير الجلافزات، نستعد وننتبه لمستر بستاشيو. لازم في الريف المصري والصعيد المصري نعرف يعني ايه بستاشيو، انتوا عارفين طبعا، يعني انا مش هعرفكم، انتوا احسن مني. ولكن الاولاد بيفتحوا التليفون بيشوفوا الصور على السوشيال ميديا، بيشوفوا اللاتيه بالبستاشيو، مش عارف ايس كريم بستاشيو، الحاجات دي كلها، فتعالي اعمليه في البيت. وعشان تعمليه في البيت افكاره بسيطه وسهله. ازاي تعمليه؟ الخلاط معانا اهوت زي الفل. واحنا واقفين كده ايه معانا وقت هنلعب شويه يعني، السله، فستق ناعم، سكر باودر، كريمه لباني، وتعالوا نعمل مستر بستاشيو اللي هو الفستق الاخضر من غير ما يتعمل بالفول السوداني. خلي بالك. شكرا حبيبي. تمام، ادي الخلاط. ايه الاخبار؟ تمام، حلو قوي. ادي الفستق، تحطيه سليم او مطحون زي ما انت عايزه، ده اساس صلصه البستاشيو. ده الفستق الحلبي او الفستق الاخضر، بيتباع في اي سوبر ماركت، سعره غالي شويه مفيش مشكله، بس هي حاجه جديده للاولاد بيحبوها، ويبقوا كمان احنا مش حارمينهم من حاجه. بنحط مع الفستق ده معلقتين من التلج المتكسر كده عشان يدي قوام، بنحط شويه كريمه لباني، حلو، بنحط السكر البودر، اللون الاخضر، وده لون موجود في اي ماركت منه البودر ومنه السائل. بقى بستاشيو من غير ما اضرب الخلاط، عشان كده بقول لك انا بس انا بحط ايدي على حاجه هنا، وانتوا عارفين الشيف المغازي بيتكلم بتلقائيته وبطبيعته، وده اللي وصل لحضراتكم، وده اللي انتوا حابينه فيا. ده ممكن يتعمل بفول سوداني خالص ولا حد هيفقسه ولا حد هيعرفه، هيتضرب في الخلاط ويبقى كريمي واخد سكر واخد لون وزي الفل واخد عصره ليمون والجو اللي احنا عارفينه، وساعه ما ينزل على القهوه او الاكسبريسو او الاسكافيه ولا هتعرفيه اذا كان فستق ولا لوز ولا عين جمل ولا حاجه، ولكن ايه اصوله انا بتكلم اهو. عشان كده البستاشيو بتلاقيه غالي، فلما نعمله بالفستق او نعمله باللوز او نعمله بالفول السوداني ده سعره اقل من الفستق، فهنا بيكسب كتير. شفت الكلام؟ شفت الصراحه والوضوح لغايه فين؟ انا معاكم اهو. فلازم تعرفيه بالطعم، فلازم تدقيه بالفستق وتدقيه بالفول السوداني عشان لما تروحي مطعم ولا اي كافيه تعرفي ده معمول من ايه. في الخلاط.
بس خلاص ادي مستر بيستاشيو اتعمل ولطيف وجميل وزي الفل. استخدميه بقى في حاجات كتيرة بقى، آيس كريم هنعمله، لاتيه هنعمله، سموزي هنعمله، مع بطيخ هنعمله، زي ما انت عايز. نشيل اللون ده بدل ما يبهدل لنا الدنيا. اه والله اللون الأخضر ده يعني ممكن تلاقي المطبخ كله اتقلب أخضر عندي. ده معمول بالكريمه اللباني، يخش التلاجه بس يجمد يبقى زي الفل. حلو الكلام؟ عرفنا الافكار بتيجي منين؟ اه. تعالوا نعمل بقى بتاعنا الايس كريم. هنعمله بالبيستاشيو. نعمل ازاي الايس كريم يا عم الشيف؟ ده احنا عاملينه وجاهز معانا في التلاجه من بدري. اه. مقاديره كريم شانتيه عندنا، حليب مركز، سكر بودر، والكاسات، والخلاط بتاعنا، واللون الاخضر، والكريمه اللباني دي اساسي. ده بالنسبه موجوده المقادير على الشاشه. حابه بقى تحط شويه مكسرات معاه، اهلا وسهلا. تحط فستق برضو مفيش مشكله، اللي هو اصل صلصه البيستاشيو. حلو. هنعمل الايس كريم ازاي؟ سهل، ده مش محتاج والله خلاط ولا اي حاجه. كل القصه بناخد معلقتين من الكريمه البيستاشيو ونضربها مع الكريم شانتيه والحليب المركز بايس كريم، مش محتاجه مضرب للامان. اه هنشيله ده من هنا خالص، انا بوفر عليك. آه. ننزل بقى كده. شفت القوام بعد ما اتحط في الثلاجه؟ اهو قوام. عامله برضو زي كريمه اللوتس او كريمه الشوكولاته. ده الايس كريم بتاع البيستاشيو. ايه اللون ده يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ ممكن تحط فانيليا يبقى طعم الفانيليا عادي خالص، اختياري. ولكن لما تدوقيه هتلاقي فيه طعم الفستق والقرشه بتاعت الفستق، هتلاقيها موجوده فيه. بتروح اي كافيه بقى بتلاقي جايب لك ليه ثلاث ارباع كوبايه تلج، مكعبات تلج زي اللي معايا ده كده. بس عايز اقول لكم بس اللي ايه الدنيا ماشيه ازاي. في قلب الكاسه او في قلب الكوبايه، ويحط لك معلقه صغيره كده، معلقه شاي من البيستاشيو ده على التلج، ويحط لك يا اما حليب يا اما ماء مثلج. كام السعر؟ ما اعرفش عشان برضو ما حدش يزعل مني. حلو الكلام. انا بروح بصراحه ما برضوش ياخدوا مني فلوس. يا شيف انت شرفتنا ونورتنا. لا ابدا. ايه رايك؟ اقول له تمام، تسلم ايدك. اه خلي بالك. ده الايس كريم بتاعنا. ومحدش احسن من حد. بتشوفيها من الصور على السوشيال ميديا، هتخش المطبخ تعمليها معاك الشيف المغازي، اهو بيجيب لك الحاجات لغايه عندك. زي الفل، تسلم ايدك يا شيف والله. عايز الطعم ياخد شويه، حطي شويه فانيليا. ممكن بعد الاخر تزينيه بالفستق الحلبي او ببسكوت مكسر عادي، بسكويت عادي مفيش اي مشكله، اختياري برضو. حط صوص شوكولاته، اختياري بقى. ده الايس كريم بتاعنا في الجو الحر ده كده، لطيف وجميل. عرفت بقى يا ست الكل ايه حكايه البيستاشيو اللي بيسالوا على السوشيال ميديا؟ دلوقتي بيعملوه برطمانات صغيره كده ويتباع بمبلغ وقدره. ايه تركيبته؟ زي ما بقول لك كده، فانت الافضل اعمليه في البيت. الحاجات دي سهله يعني. البست صوص، ريحان اخضر، توم، زيت زيتون، عملت برطمان وحطيتيه في البيت.
مفيش اي مشكله. اللوتس هتجيبي اللوتس ده تطحنيه برضو في قلب الخلاط، تحط عليه شويه كريمه لباني وشويه زبده، وعملت كريمه اللوتس عادي. زي الفل يا عم الشيف، تسلم ايدك. ده الايس كريم بتاعنا، المفروض يتحط في الديب فريزر شويه، مفيش مشكله. الف هنا وشفا. وعملنا النودلز بتاعتنا الجميله الحلوه للاطفال الحلوين اللي بيسمعوا كلام مامي وكلام بابي. لا انا هحط لك حاجه احسن من العسل، انت تستاهل حاجات كتيره يا فاروق. ايه رايك؟ شفت الجو ده؟ اي خدمه، ده اختياري برضه. ممكن نحط في الكاسه قبل كده. انا بديك الافكار علشان تلبي طلبات ولادك وزوجك الكريم وحماتك وماما لما يقولك تبقى انت عملت حاجه جديده. تابعت الشيف البغاز على شاشه القناه الاولى، وعملت لهم الحاجات اللي بتسمعوا عنها وبتشوفوها على السوشيال ميديا او بنروح بعض المطاعم. يا نعم. لا والقناه الاولى يا باشا على راسي من فوق. حلو الكلام. المطبخ بتاعنا فيه شويه بساطه النهارده، فيه شويه سهوله، فيه افكار بسيطه وسهله ومش مكلف. بس لما نيجي نتكلم عن القيمه الغذائيه اللي موجوده في كل طبق، حديث طويل. لو قعدنا نكتب وقعدنا نسجل حديث يتعدى ال 100 صفه و100 قيمه غذائيه، اذا كان النودلز بتاعتها في مكوناتها او الفرايد رايز المكونات بتاعته او الفستق طبعا مع الكريمه اللباني وعملناه ازاي ايس كريم. رؤية فن ابداع مع بساطه وسهوله ومرونه في مطبخك وانت واقفه ومزاجك رايق كده، تعملي لاولادك واسرتك الحاجات الحلوه اللي بيحبوها. منين يا عم الشيف؟ من ماسبيرو.